زينب فين يا كريمة؟ وانت مالك يا عثمان؟ كيف يعني؟ عن جوزها لازم أسأل عليها. بقى مرض ايه؟ مش لما تبقى تدفع مهرها وتجيب لها حقها تقول انا جوزها؟ زينب فين يا كريمة؟ بدل ما اعمل حاجة دلوقتي اتزعلك. لا يا راجل، اوعى تفتكر ان انا جوزتك زينب عشان خاطر سواد عيونك. لا، انا جوزتك زينب فاكرك راجل هتقف في ظهرها وتدفع لها مهرها وتجيب حقها. اسمع يا عثمان، قدامك اسبوع واحد مفيش غيره، يا تشوف لك حل يا كل واحد يروح لحاله. بقى جديه؟ جديه ونص جديه كمان. زينب في مصر يا كريم؟ في مصر يا عثمان. ايه؟ كنت عايزة تيجي تاخد منك الاذن؟ بأمارة ايه؟ بأمارة ان عبد الحكيم عايز يتحكم فيها؟ بأمارة ان عبد الحكيم كان عايز يجوزها مروان وانا ما شفتش راجل بشنب يقف له؟ انا اللي وقفت له؟ بقول لك ايه؟ خلي بالك، عبد الحكيم حطك في دماغه وناوي يجيب راسك دي في الطين وفي التراب ويخليك عامل زي الأراجوز وكل أهل البلد يا عيني هتتفرج عليك يا عثمان. لا عاش ولا كان اللي يكل راس عثمان في التراب. طب ثلاثة بالله العظيم يفكر عبد الحكيم يعمل كده، أدفنه مكانه. تدفن مين يا راجل؟ ادفع المهر الأول وهات الحق الأول. انت هتقدر تدفن عبد الحكيم؟ والله العظيم لو عبد الحكيم عمل لك كده كانها رصاصه جت فيك ومت ورحت في 60 داهيه، ما تقدرش تعمل مع عبد الحكيم حاجه. طب لما نشوف مين اللي هيعمل في التاني اللي انت بتقوليها دي. وريني يا عثمان. يلا خليهم يولعوا في بعض.